عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حصتكم حلوة الحباب. حلوة الحباب اليوم خيرت لكم كيفية خاصة بالمناسبات والأعياد وحتى الأفراح، ولما نستدعي أحبابنا كضيوف راح نروحوا نتعرفوا على المقادير ونعود نولو. في هذه الكيفية راح نحتاج الى 175 غرام دائما زبدة او مارغارين. كما قلت لكم الباكي تاع الزبدة لما تشروها او المارغارين عفوا تقسموه على 2 تتحصلوا على 175 غرام. دائما قلت لما نحطوا المارغارين او الزبدة مباشرة راح نحطوا السكر اللي هو طبعا راح نحتاجو 175 غرام. 175 غرام يعني تساوي نصف كاس تاع سكر ناعم. راح نحتاج دائما الى الخلاط الكهربائي حتى انه يسهل على عملية الخلط. الان راح نروح للبيض، والبيض راح نحتاج الى بيضة كاملة ثم صفار بيض. قبل ذلك عفوا راح نحطو الزيت اللي هو نصف كاس، وفي نفس الوقت نحطو البيض. واش راح ندير الان؟ راح نحط الفرينه. قلت دائما ما يقدرش يكون عندي مقدار معين في الفرينه حتى اني نجمع الخليط، وفي نفس الوقت راح نحتاجه الى ملعقه صغيره تاع قهوه خميره كيميائيه وملعقه صغيره تاع فانيلا. انا راح نحط الفرينه تدريجيا ونشوف، وفي نفس الوقت نحطو الفانيلا والخميرة الكيميائية. هنا راني نلاحظ اني لازم نزيد شوية تاع الفرينة ونخلط. الان ما نقدرش نكمل بالخلاط الكهربائي، اكيد راح نستعمل يديا حتى اني نتحسس العجينه ونشوف العجينه تاعي كيفاش راهي عامله. نحاول كيفاش نطمها. انا هنا راني نشوف اني نحتاج الى كميه اخرى تاع فرينه. حتى انه يتجمع لي الخليط. تحاولوا انكم تحصلوا على عجين يكون لين ماشي صلب، وماشي لين بزاف يعني جاري، حتى انه الكيفيه تطلع لي مضمونه وناجحة. زيد شوية فقط. هاي العجينة راح تحصلوا عليها. راكي تلاحظي معايا سيدتي الكريمة
العجين دائما ما نعجنوش، نحاولو فيه نجمعوه، نقسموه الى اجزاء هكذا. هي كيفية جميلة، انصحك سيدتي انك تديريها. وحاولي تتبعينا عبر قناة بنا تي في لانك راح تستفيدي كثيرا. هكذا دائما قلت الغلاف الشفاف معي يكون حاضر. انا راح نخبي هذا الجزء انا راح نحتفظ بهذه المجموعه في الثلاجه ونخدمها فيما بعد، لكن راح نوري لك الكيفيه بهذا العجين. مش راح نديرو قبل ذلك اننا نضبطو الفرن تاعنا على درجه حراره تكون 170 ونخلوه يسخن، وفي نفس الوقت راح نشكلو الحلوه ديالنا. راح نحتاجو الى هذه القوالب او ليمون، ربما سيدتي تلاقيتي بهم في الاسواق وقلتي كيفاش انا راح نخدم بهم. انا راح نعطيك الوصفه هايليك. قبل ذلك تكوني دهنتيهم بالزيت للمره الاولى، لاني انا كنت خدمت بهم قبل، وديري لهم رشه تاع فارينه حتى انه الكيفيه ما تلصقش هكذا. مش راح نديرو الان، راح ناخذ جزء صغير فقط هكذا، نحاول اني ندير كريات من هذا الشكل. راح ناخذ صينيه طبعا ونحاولوا الان كيفاش نشكلوا الكوكياج هكذا. نضغط، حاولي سيدتي انك ما تضغطيش على هذه الاطراف، لانه لما تطيب وراح تلصق راح تجدين صعوبه لما تنحيهم. نحاول هكا فقط غير برفق وما نضغطش على المول حتى انه لما الحلوه تاعي تطيب ما تلصقليش. قلت هكذا راح نزيد هذا الجزء، نحاول هاد التشققات نخدمهم مليح حتى اني ما نتحصلش على كوكياج يجيني مشقق. هكذا، وراكي تلاحظي اني ما رانيش ندير العجينه على الحواف هكذا. راح نزيد هادو، وفي نفس الوقت انا كانت عندي شوكولا راني حطيتها تذوب على حمام مائي حتى اني نزين بها الحلوى. وكنتي شتيني في اعداد سابقه كيفاش نذوبو الشوكولا، قلت نحطوها على حمام مائي ونضيف لها شويه تاع الحليب يكون دافي، او حتى نقدروا نضيف لها ماء يكون ساخن. راح تحصلي على شوكولا يعني شديدة السواد. راح ندخل الحلوة ديالي في الفرن. قلت راح ندخلهم يطيبوا على درجة حرارة تكون 170 ونخليهم حوالي 20 دقيقة. يعني لما نشوف هنا الأطراف بداو يحمروا نتأكد أني الكيفية تاعي خلاص راهي لك جاهزة. أنا راح نخلي هاد الحلوى الطيب، لكن عندي كيفية كنت جهزتها من قبل راح تشوفيها معايا. هايليك تحصلت على النتيجة هذه، هامليك الحبات هايليك بعد ما طابوا.
واش راح نديرو الان؟ راح نروحو لعمليه التزيين، راح نراقب الشوكولا ونشوفها الى راهي جاهزه ولا لا. هكذا راكي تلاحظي انه الشوكولا اللي كذابت كامل. واش راح ندير؟ راح ناخذ شويه قلت ما يكون ساخن ونحط فيها هكذا، وراح تلاحظي انه الشكل تاعها او ليك يتغير. هكذا هاي النتيجة اللي نتحصلوا عليها. لأنه كاين كثير من السيدات لما يتلاقاو بيا ويقولوا لي سلمى كيفاش نذوبوا الشوكولا راح نلقاو صعوبة، لكن أنا نقول لهم تبعوني على قناة بنا تي في وراح تستفيدوا معايا بأسرار فن الحلويات سواء التقليدية أو العصرية، ما عليهم غير يتبعونا. قلت هاي النتيجة اللي تحصلوا عليها. الآن واش راح ندير؟ راح ناخذ ملعقة صغيرة واش راح ندير قبل ذلك؟ راح نحكي لكم على حلوة الترك. حلوة الترك هاي اللي حاضرة معايا، لكن نتوما حاولوا كيف تعطوها هاد الشكل هذا. هكذا نوريه لك حتى انه هو اللي راح يشد لي الصدف عفوا الكوكيه اجال اللي راح تجيني من الفوق. واش راح ندير؟ هنحط الحبه هكذا. راكي تلاحظي انه هاد الكيفيه اللي كمبسه بزاف. واش ندير؟ نحطها هكذا حتى انك تقدري تشوفيها هاي ليك. واش راح ناخذ الجزء الثاني؟ وناخذ هكا الشوكولا غير في هذا الطرف هذا، نحاولوا اننا نقطروها مليح. وقبل ما تنشف راح نحطوها على الثانيه هكذا تتحصلي على هذا الشكل هذا. راح نزيد لكم الشكل الثاني او الحبه الثانيه. واش راح نديرو؟ دائما حلوه الترك وتنعطوها هذا الشكل هذا، نحطوها هكذا من الفوق. نزيدو هذه الحبه في كل مره راح تحسوا انه الشوكولاته جمدت شويه، حاولوا كيفاش تخلطوها او ترجعوها على الحمام المائي، لكن ما ترجعوهاش على النار، يعني بفعل هذاك البخار راح تذوب مره اخرى هكذا. نحاولوا كيفاش نقطروها بهذا الشكل. هكذا ونخلوها تنشف. انتوما هاد الحبات لما ينشفوا نحاولوا ناخذوا هادو حبيبات العقاش ونلصقوهم هنا في حلوه الترك، لكن برفق. نتوما خلو حتى الشوكولا تاعكم تجمد. انا راح نوري لكم فقط كيفاه، لانه عندي كيفيه حاضره معايا هكذا. راح نزيدوا هذيك ثانيه، لكن حذاري ما تمسوش الشوكولا او خلوها حتى انها تنشف
ولصقوها. بهذا الشكل هذا انا راح نخليكم تروحوا فاصل ونعاودوا نولوا تشوفوا معايا الكيفيه في صحن التقديم. وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأفاضل. أنا لحقنا للنهاية تاع الطبق ديالنا، هاوليك جاهز معايا، هاي النتيجة اللي تحصلنا عليها. وما بقى لي في الأخير غير نقول لك إن شاء الله تجربيها وأكيد راح تنجحي فيها. وهذه سلمى بن غازي المحدي تحييك وتقول لك انتظريني في عدد جديد بحول الله.